عسلامة. سنة جبالي مجمع فيتا كارفور، احنا مجمع مازلنا كبيت جديد. حصل لنا الشرف اليوم كي تعرفنا على برشا تجارب ناجحة، بصراحة شجعتنا أكثر باش نزيدو نخدمو نزيدو نطورو في المجهودات نتاعنا. أنا إيمان شعبان، جو سوي كوجيرون دو لا سوسيتي جنينة. جنينة هي توزع في إنترنت دي برودوي أليمونتيغ والا كوزميتيك ناتوريل. الصالون هذا كان فرصه لينا احنا باش نتعرفوا على دي جروبمون دو داغريكولتور دو برودكتور اي دارتيزان، وتكون فرصه لينا احنا باش نهار اخر نمشيو بحذاهم وناخذوا كلكو برودوي من عندهم باش نحطهم في السيت نتاعنا ان شاء الله. صالح بن اسماعيل، فلاح مختص في زيت الزيتون. شاركت اليوم في الايفينمون تاع سوق الخدمات الفلاحيه. الحق تعرفت على برشا مزدي خدمات فلاحيه، منهم مختص في الاربوريكولتور، فما المختصين في الخدمات الماليه من البنوك، وعرفت برشا فلاحه اللي تعلمت منهم برشا وخذوا مني زاد معلومات، بحكم اللي احنا عندنا ضيعه فلاحيه مختصه في زيت الزيتون البيولوجي، ضيعه بن اسماعيل، الماركه نتاعنا اللي هي تريونف دو كابور. عملنا ايشانج دي زيدي بطبيعه في كيفيه التسويق، في كيفيه الانتاج، في سياحه زيت الزيتون اللي هي حاجه جديده في تونس.